طرد سفير فرنسا من دولة مالي الحليفة لأنه يمثل الاستعمار الجديد، وخفض عدد الجنود الفرنسيين في الساحل الغربي لأنهم فشلوا في مهمتهم، وانتهى الدور المميز في ليبيا لأن إيطاليا استولت على حصة النفط الأكبر. إنها اللحظة التي يطلب فيها حلفاء فرنسا في إفريقيا مراجعة الاتفاقيات التاريخية التي أباحت بلادهم مرة باسم الاستعمار وأخرى تحت رايات الاستقلال. فرنسا وإفريقيا، الخروج الأخير لجنود الإمبراطورية. في خريف 2021 انعقدت قمة فرنسا إفريقيا للمرة الأولى بلا زعماء، فقط الرئيس إيمانويل ماكرو ومئات الشباب من القارة السوداء. اتهم الشباب الرئيس الفرنسي بالغطرسة والعنصرية والاستعمار، طالبوه بالاعتذار عن جرائم الاحتلال في الماضي وعن دعم الاستبداد في الحاضر. ما جرى في هذه القمة كان مؤشراً على الخروج الثاني لفرنسا من بيتها الإفريقي بعد عشرية الفشل السياسي والعسكري في منطقة الساحل وغرب القارة. هذه هي حكاية فرنسا مع قارة الثروات المدفونة والجروح المفتوحة. في 1958 تظاهرت فرنسا بأن قواتها غادرت إفريقيا تماماً، وبأنها منحت 14 مستعمرة سابقة استقلالها وأصبحت العلاقات صداقة ندية، ثم ألزمت المستعمرات بوضع 85% من دخلها تحت رقابة البنك المركزي الفرنسي. بدأ التدخل الفرنسي في منطقة الساحل عام 2013 بدعوى محاربة الإرهاب، وانتهى إلى فشل ذريع أمام جماعات المسلحين وحرب أهلية في مالي. في صيف 2021 قرر الرئيس ماكرو إنهاء العمليات العسكرية في الساحل وخفض عدد العسكريين الفرنسيين إلى عدة مئات بحلول عام 2023. فشلت فرنسا في منافسة الوافدين الجدد على دول إفريقيا الوسطى والغربية. أمريكا تمارس دوراً يناقض فرنسا وتفرض رؤيتها على حليفتها، مثلما دعمت انقلاب مالي عام 2020 الذي رفضته فرنسا ورفضت الاعتراف به. الصين أصبحت في أقل من عقدين المستثمر الأكبر بإفريقيا، فيما أصبحت روسيا رقماً صعباً في النطاق الأمني في كثير من الدول عبر مرتزقة شركة فاغنر واتفاقيات للتدريب العسكري والتسليح. للسعودية والإمارات أيضاً استثمارات في دول الساحل الإفريقي، كما أن لتركيا وجوداً اقتصادياً في النيجر وتشاد والسنغال وغيرها. الخروج الثاني لفرنسا من بيتها الإفريقي يبدو أنه الأخير والأكثر تكلفة. في كل بقعة احتكرتها فرنسا هناك اليوم منافس يزاحمها وشعوب ترفضها، لأنها داعم أساسي للانقلابات العسكرية التي أجهضت الديمقراطية في القارة، ولأنها ناهب مباشر للثروات الإفريقية خصوصاً في منطقة الساحل الغربية. وسيدخل ماكرو التاريخ باعتباره الرئيس الذي فقد القواعد الأخيرة لبلاده في قارة منحت فرنسا الكثير من النفوذ والأموال على مدى قرنين من الزمان، ومنحتها فرنسا كل الأسباب للمعاناة والفقر والتخلف عن العصر الحديث.